بداية الدعوة إن شاء الله. تكلم عن الأصول، تحدث عن الله سبحانه، عن أسمائه، عن صفاته، عن شرعه، عن الأصول العامة، الإيمان بالملائكة، بالكتب، بالرسل، بالقضاء، بالقدر. تكلم أيضا عن أصول الدين، مثل النهي عن الشركيات، نهي عن البدع والضلالات، بر الوالدين، صلة الأرحام، حسن الأخلاق. هذه موضوعات عامة في أول أمرك. السلام عليكم.